أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. استطاع الاحتلال حصار غزة لكنه لم يخنق صوتها. اليوم بات العالم يدرك ما يحدث في هذه المدينة المحترقة. انتفضت المظاهرات لتعم جميع مدن وعواصم العالم تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يساهم في رفع الوعي والضغط الدولي على إسرائيل. حالة التضامن هذه كشفت عن جرائم الاحتلال وساهمت بإيجاد قوى ضغط ناعمة على المجتمع الدولي للتحرك والتدخل لحماية حقوق الإنسان في غزة، بل وساهمت بتقويض موقف الحكومات المساندة للاحتلال خصوصا الإدارة الأمريكية التي بات ينظر لها بأنها داعمة للإبادة الجماعية في غزة. دعونا مشاهدينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. دمرت غزة لكنها أحيت قضية. تعود قضية فلسطين إلى واجهة العالم بعد أن تحولت مدن وعواصم عالمية كبرى إلى ساحات مفتوحة للتضامن أمام عشرات الآلاف من المحتجين بصورة شبه يومية. عبر العالم عن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية وأكد دعمه للشعب الفلسطيني باحتجاجات واسعة أثمرت بتحول غير مسبوق في مسار القضية الفلسطينية التي أوشك العالم على نسيانها. رغم محاولات الحجب المتعمد من قبل بعض المنصات الموالية للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن العالم الفلسطيني اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي. المظاهرات والضغوط المتزايدة أثرت بحسب مراقبين بشكل مباشر على موقف العديد من الدول الداعمة للاحتلال، خصوصا الولايات المتحدة الراعي الأكبر، وساهمت موجة النشر المكثف للصور والفيديوهات القادمة من أرض المحرقة بنشر الوعي حول القضية الفلسطينية، وعززت التحركات الاحتجاجية وشكلت إسنادا قويا لأدوات الضغط الدولي على إسرائيل من أجل وقف جرائمها في غزة. جيل جديد انفلت عن طوق التأثير الصهيوني وبات ينظر للعالم من زاوية مختلفة أحرجت الحكومات الغربية وباتت تشكل نقطة تحول في صناعة القرار الغربي. فلسطين قضية لم تمت، وإن كان الثمن باهظا فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 27,000 وجرح قرابة 90,000 آخرين في محرقة هي الأعنف خلال القرن الحالي. جرائم إبادة استنكرتها الدول الحية والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية عبر العديد من البيانات والتقارير التي أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ودعت لوقفها الفوري. باتت إسرائيل تقف اليوم أمام المحاكم الدولية بدءا من دعوى جنوب أفريقيا التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ولاحقا دول عدة يبدو أنها ستسلك الطريق ذاته، منها إندونيسيا التي انضمت إلى جنوب أفريقيا بدعوى أخرى ضد إسرائيل تتهمها باحتلال فلسطين طوال أكثر من 70 عاما، داعية إياها إلى إنهاء هذا الاحتلال. فهل أثمرت حالة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معي خلال هذه الحلقة. هنا في الاستوديو سيكون معنا الأستاذ أنس إبراهيم، مدير عام تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع. مساء الخير أستاذ أنس. مساء الخير، حياكم الله. وسيكون معنا أيضا الأستاذ عمر أبو كريم العايدي، الصحفي الفلسطيني، وسيكون معنا عبر الزوم. فأهلا بكم جميعا. بداية من عندك أستاذ أنس، التضامن العالمي مع غزة يتزايد يوما بعد آخر، برأيك ما هي الآليات وحدود التأثير لكل ما يحدث؟ حياكم الله. في البداية يعني قضية مثل القضية الذي يحدث في غزة هذا شيء كبير وحدث جلل أصبح يؤثر في كل العالم، لذلك أصبحنا نرى في الوطن العربي وامتدت إلى العالم الإسلامي، وحتى أصبحنا نرى في شوارع أوروبا وأمريكا، أصبحت نهاية الأسبوع السبت والأحد هذا شيء معروف في جميع دول العالم. وأنا أريد أن أشير إلى بعض الدول مثل بريطانيا مثلا، وضعت كثير من العراقيل أمام التظاهرات، منعت رفع العلم الفلسطيني، منعت رفع الكوفية الفلسطينية، هولندا كذلك، ولكن مثلا تجد الجاليات العربية والإسلامية وحتى المناصرون من أبناء هذه المناطق يعني يريدون أن يخرجوا ويتحدون القرارات على غير طبيعة المجتمع الأوروبي، يتحدون القرارات لأنهم يشعرون أن هذا المجتمع الدولي
أصبح يفرخ وأنه يرى ينحاز بشكل كبير إلى الكيان الصهيوني. لذلك حتى هناك مثلا في بريطانيا نفسها في لندن كان هناك تشديد على حمل العلم الفلسطيني، فكان الجميع يحمل العلم الفلسطيني وأخرجوا أطول علم فلسطيني والجميع يلبس الكوفيات في تحدي صارخ، وهناك بعض المجموعات التي تحاول رفع الدعاوى على هذه الحكومة وهدت فيها. وهناك مثلا ما حدث في أمريكا من رفع دعاوى على بايدن بشكل أساسي، يعني طبعا هي الدعوة لن يكون لها محصل، فهي يعني سياسة الدولة كاملة، ولكن دعوة يعني لتجرم هذه القيادة. نقول بشكل واضح أن القيادة الأمريكية والقيادات الأوروبية منحازة بشكل واضح وصريح للكيان الصهيوني. والرادع يعني الرادع قليلا نقول هو الحركات الشعبية التي تؤثر بشكل إيجابي نصرة للقضية الفلسطينية وتجاوبا مع الحق. يعني هي شعوب، دائما الشعوب بطبيعتها البسيطة والفطرية تميل إلى العدل والحق وتميل مع القضايا العادلة، ولا يوجد قضية أعدل من هذه القضية. لا يوجد شعب ظلم كما ظلم الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 70 عام، وهو متعرض للتشريد والأسر والإبادة، حرب إبادة التي يعيش الشعب الفلسطيني اليوم. وهذه الحراكات لها دورها، وهي كانت أساسا حتى لانطلاق الدعوة التي أطلقتها جنوب أفريقيا والدعوة التي شاركت فيها أندونيسيا وكثير من الدول. ولعله يكون هناك دعوات أيضا في محكمة الجنايات الدولية، وهي محكمة معنية برفع دعوة على شخصيات مثل أشخاص بعينهم مثلا قائد الجيش أو نتنياهو، وقد تمنعهم من دخول بعض الدول الأوروبية. ويعني يتفاوت ردود الأفعال، لكنها جيدة بحيث أنها تشعر هذا الكيان الصهيوني أنه محاصر، وأن هذه الدول العربية والإسلامية والأوروبية تقف مع الحق الفلسطيني. وأريد أن أشير إلى أمر مهم، الذي يعني الأمر الذي يقض مضجع الاحتلال منذ تأسيسه هو شعوره بالعزلة، وهذا الحراك الدولي يشعره يوما بعد يوم بالعزلة الدولية. هو حاول التطبيع مع دولنا العربية والإسلامية والمحيط كي يعيش حالة الدولة الطبيعية، لكنه بحرب هذه أثبت فظاعة وبشاعة في التعامل، أثبت أنه كيان غاصب محتل. خسر كثير ممن كانوا يعني ربما لا يعرفون ما الذي 100%. هذا كان هدف يعني ضد أهداف الكيان الصهيوني التي كان استراتيجيا يحاول لها، ولكن هو يعني يقاتل مقاتلة الذي يخشى على نفسه النهاية. لذلك هو لم يضع هذا الاعتبار كثيرا هذه الأيام، ولكن حقيقة هو خسر على مستوى الحضور الدولي، على مستوى التأييد. أصبحنا نرى شبابا في أمريكا وفي أوروبا يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام نظرا لأنهم يرون صمود أهل غزة، الصمود غير طبيعي، لا يعتقدون أن هذا الصمود هو نابع من إيمان، فهم هذا لفت انتباههم فأصبحوا ينظرون إلى هذا الإيمان، وأصبح التأييد كبير، وسيبقى إن شاء الله كبير إلى نهاية هذه المعركة، وستكون التي ستكون بإذن الله قاسمة لظهر هذا الاحتلال حتى نهايته بإذن الله. نعم. إذن كيف يعني ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي برأيك أستاذ أنس بنشر الوعي حول القضية الفلسطينية بشكل عام؟ حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي هي بشكل أساسي هي سلاح موجود بيد كل شخص في هذا العالم منذ يعني أكثر من يعني إذا تحدثنا عن 10 سنوات سابقة أو أكثر من ذلك بقليل، نجد أنه كان الجميع يعتمد على التلفزيون الرسمي أو على الصحيفة أو على الجريدة الرسمية أو بعض الجرائد المعارضة هنا أو هناك حتى تحصل على المعلومة. الآن أصبحت المعلومة بتناول الجميع، لم يعد التلفزيون الرسمي يستطيع أن يعني يخدع المشاهدين. في بداية المعركة هذه كان هناك حقيقة قنوات متورطة مثل بي بي سي، قنوات رسمية، وبعض الإعلاميين البارزين مثل مورغان وغيره من الشخصيات البارزة في الإعلام الأوروبي المدعوم
حقيقة هو إعلام مدعوم من الكيان الصهيوني واللوبيات الصهيونية التي تنشط في أوروبا وأمريكا، حاولوا أن يظهروا رواية غير الرواية الحقيقية، لكن وجود وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة بيد الجميع أصبحت توصل الحقيقة إلى جميع الناس. في غزة أصبح كل مواطن هو مراسل، رغم عدم وجود التقنيات، عدم وجود الإنترنت، عدم وجود الكهرباء. حتى لاحظنا بعض القنوات الكبرى المشهورة التي لها مراسلين، جزء كبير من المراسلين هم يعني من الذين نشطوا في العمل وأصبحوا قادرين على إيصال الرسالة ولم يكونوا متدربين أصلا، ولكنهم أصبحوا قادرين على إيصال هذه الرسالة. أصبحنا نرى ناشط على تيك توك أو على تويتر على منصة إكس يستطيع أن يوصل المعلومة أكثر من التلفزيونات الرسمية وغيرها. حتى التلفزيونات الرسمية أصبحت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أهم ما في وسائل التواصل الاجتماعي أنها أصبحت سلاح بيد الجميع، كل من بيته من مكانه. حتى موضوع الترند، إذا صعد ترند معين، أنا أضرب لك مثال وهو مثال مهم، ونحن هنا في تركيا على موضوع المقاطعة. المقاطعة رصدنا، نحن عندنا حملة المقاطعة الدولية للاحتلال ودعمه، رصدنا أن هناك شركة من الشركات، شركة معينة، ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي جنود الكيان الصهيوني يشربون منتج تركي مياه. رصدنا ذلك فبادرنا بهاشتاج قاطعوا هذا المنتج باللغة التركية. مجرد أقل من ساعة أصبح الترند الأول في تركيا، وخرجت الشركة اعتذرت وقالت سنقدم بعض الأموال لغزة، وهذا يعني وجدت لها المبررات. وهكذا ما نجده أيضا في حملات المقاطعة، اللي وهي يعني أنا أحاول أن أنتهز الفرصة حقيقة لأقول للجميع أن هذا السلاح يجب أن تستخدمه بالطريقة الناجعة لتأييد الفكرة، لرفع وإيصال الصوت، وأن يكون أسلوب حياة أصلا. يعني المسألة يعني بتنا نكتشف كم كنا مخترقين، يعني من أبسط شيء لأكبر شيء. يعني أنا حقيقة صدمت مجرد ما فكرنا بالمقاطعة، كل شيء تقريبا ما يحيط بنا كان له علاقة حقيقة. طبعا هذا الأمر مهم. أنت تجد بعض الشركات، بعض شركات كبرى، وهو منتج مثلا مشروب غازي موجود في كل بيت تقريبا، يدعم الكيان الصهيوني ب 500 مليون على في كل عام. يعني مبالغ سواء في حرب او ما في حرب، صحيح، مبالغ طائلة. فلماذا انت لا تستطيع ان تقاطع هذا المنتج الذي يقتلك؟ هذا منتج يقتلك. لذلك بالعودة الى سؤالك، وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الانجع التي توصل الفكرة وتجعل العالم فعلا قرية صغيرة. هناك بعض المبادرين والنشطاء أسسوا برامج تدخل إذا هذا البرنامج وتضع اسم المنتج أو حتى صورته، ويقول لك أن هذا المنتج مثلا أمريكي، شركة داعمة للكيان الصهيوني. بعض الشركات كانت داعمة ليست فقط بالتمويل، هي دعمت واستهترت بدماء الأطفال. بعض الشركات، بعض شركة ألبسة معينة تلاعبت بالقضية الفلسطينية أيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. عندما وصل هذا الموضوع للناشطين أوصلوه لجميع العالم، هي بدأت في منطقة معينة وصلت لجميع العالم قاطعوا. لذلك هو وسائل التواصل الاجتماعي، الترند أو حتى الفيسبوك، تويتر، إنستغرام، جميع هذه الوسائل أصبحت قادرة على أن تخوض مضجع الاحتلال في دول العالم جميعها. وأريد الإشارة هنا أن الكيان الصهيوني في الضفة الغربية وفي مناطق 48 يحاسب حتى على منشور أو حتى على إعجاب أو مشاركة لمنشورات معينة. يعني من يعجب بمنشور دعم للمقاومة في مناطق 48 اللي هي تحت الاحتلال يتم اعتقاله، وقد يعتقل ويبقى في الاعتقال. يعني بعض الذين اعتقلوا في بداية المعركة قيل لهم، يعني عندما راجعهم المحامي قالوا للمحامي أنهم قالوا لنا انسوا تطلعوا بهذا المصطلح، لن تخرجوا، وهو مجرد وضع إعجاب على منشور. هذا يعني كم هذا يقلق الاحتلال. وأنا أيضا أريد أن أشير، وزارة الشؤون الاستراتيجية قبل 7 أعوام أو 8 أعوام، وزارة الشؤون الاستراتيجية الصهيونية نشرت
ما يسمى إرهابيون في ربطات عنق، وهي كانت تشير إلى الذين يعملون في حملات المقاطعة أنهم يهددون هذا الكيان الصهيوني. وأبرز الطرق التي يستخدمونها هي وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يكشفون زيف الاحتلال ويكشفون كم تدعم هذه الشركات، كم تدعم الاحتلال. بعض الشركات حقيقة ظهرت أنها تدعم، ليست فقط تخترق وتدعم الاحتلال، هي تتخذ من الاحتلال ظهير وداعم له دوليا ليتغاضوا عن جرائم مثل تشغيل الأطفال والعمالة العمالة من جانب معين. فهي عبارة عن عصابات ولوبيات ستساهم دائما وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه دعوة للجميع أن يكون نشط ويعلم أنه يعني إنما البحر من نقاط، فأنت كن نقطة لتملأ هذا البحر الذي يوصل المعلومة ويحارب الاحتلال ويدعم المظلومين في هذه الحرب. نعم. إذن هل يمكن أو كيف يمكن أن نصنف دور المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية في إصدار البيانات والتقارير المتعلقة بطوفان الأقصى وما يدور في فلسطين؟ هل وجدت أنها قامت بما يجب من إحصاءات، من بيانات، من حملات؟ الآن دعنا نصنف هذه المنظمات. هناك بعض المنظمات العامة، بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بعض المنظمات خاصة. المنظمات الحقوقية بشكل أساسي، يعني بشكل أساسي جزء منها مخترق من قبل الكيان الصهيوني أو مخترق من قبل النظام الدولي، فهي تدعم رواية الاحتلال وتدعم الرواية الأمريكية. جزء منها جيد، وأنا أريد الإشارة أن جزء كبير مما استندت إليه جنوب أفريقيا في دعوتها في محكمة العدل الدولية يعتمد على تقارير منظمات دولية، منظمات مهنية ومستقلة ومشهود لها بالاستقلالية وعدم التبعية، لذلك كان لها دور مهم حقيقة. يعني حال هذه المنظمات كحال المجتمع الدولي، هناك ما هو مدفوع الأجر وهناك ما هو مستقل فعلا، هناك ما هو منحاز وينظر بعين واحدة. تجد أن بعض، يعني مثال قريب جدا، اتهموا اتهام لبعض العاملين في الأونروا من الموجودين في غزة أنهم شاركوا في 7 أكتوبر. وجدنا أكثر من 10 دول أوروبية، 13 دولة أوروبية قطعت المساعدات، مع أن الكيان الصهيوني عن الأونروا، الأونروا وهي وكالة تشغيل اللاجئين، إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي أسست في 48 بعد الاحتلال الصهيوني، لأن أصبح هناك لاجئون خارجون من أرضهم يحتاجون للإيواء، يحتاجون للمساعدة. هذه المنظومة تم إيقاف الدعم عنها بأمر طبعا من أمريكا، لأسباب أنهم شاركوا في المقاومة دون أي أدلة واضحة. وبالمقابل الكيان الصهيوني قصف الأونروا ومدارس وكالة الغوث والمساعدات القادمة من هذه المنظمات الدولية، ولم يحدث أي شيء من هذه الدول. لذلك أنا أقول لها، هي لها دور مهم المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية لها دور مهم، ومن أسلحتها هي الإعلام. الإعلام سلاح، كونها هي لا تمتلك، يعني حتى محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية أبرز مكامن الضعف فيها أنها لا تمتلك جهاز تنفيذي، هي تصدر القرارات. فهي أصدرت الآن قرار، الجميع رأى أنها أصدرت قرار بإيقاف، أو يعني مجموعة قرارات فحواها إيقاف الحرب على غزة أو إيقاف الإبادة الجماعية. ماذا حدث حتى الآن؟ لم يحدث شيء، لأنها لا تمتلك حقيقة أي جهاز تنفيذي. لذلك مهمة هذه المؤسسات بشكل أساسي هي إظهار الحقيقة والوقوف بجانب المظلومين وإيصالها عبر وسائل الإعلام. ممكن يحدث هناك تحركات شعبية تكون هي الضاغط بشكل أساسي على الحكومات لأن تقف أمام مسؤولياتها في نصرة المظلومين وإحقاق الحق والوقوف أمام هذا الكيان الصهيوني المتغطرس، الذي لا يرى للمجتمع الدولي ولا للمنظمات الدولية أي قيمة ولا يعيره أي اهتمام.
أنا أعتقد أنها لا تتجاوز هذا الحد، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك على مستوى الحراك الشعبي يوصل هذه الدول لأن تكون ضاغطة على الكيان الصهيوني لإيقاف حربه على قطاع غزة، وستعود إن شاء الله يعني يعود أهلنا في غزة إلى ما كانوا عليه وسيستمرون في مقاومتهم بإذن الله. نعم. إذن أستاذ أنس، لو تسألنا حول الموقف العربي، ولنقول نبدأ من الموقف السياسي والدبلوماسي والتضامن الذي كان يفترض أن يكون. يعني الموقف العربي منذ اليوم الأول، الموقف العربي دون المستوى المطلوب. نعم. الدول التي طبعت وادعت أنها بتطبيعها، إنما كل الدول التي طبعت قالت بملء فيها نحن نفتح علاقة مع الكيان الصهيوني لتذليل الصعوبات أمام الشعب الفلسطيني، فوجدنا هذه الدول المطبعة تغمض عينيها عن جرائم الاحتلال في الأروقة، تقول لأمريكا ولإسرائيل اقضوا على المقاومة، اقضوا على الشعب الفلسطيني، لأن هي المقاومة هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. أثبتت هذه الدول التي كانت تتغنى بأن الكيان الصهيوني هو دولة متقدمة متطورة تكنولوجية، أثبتت معركة طوفان الأقصى أن هذه التي تدعي أنها دولة متطورة أنها دولة إجرامية، وأن كل هذا التطور الذي تمتلكه لم يحميها من بضع مئات من الشباب المقاومين الذين يريدون أن يدافعوا عن أرضهم، وما حدث في 7 أكتوبر لم يستطيعوا أن يحصلوا أي معلومة استخباراتية، لم يستطيعوا حماية أنفسهم، لم يستطيعوا حماية هذا الجيش الذي روج له أنه الجيش الذي لا يقهر، الجيش الأقوى في المنطقة، والذي على مدار أكثر من 70 عام هو يبني قوة عسكرية وترسانة نوعية وسلاح نوعي غير مسبوق، ويمتلك سلاح ويحجبه عن المنطقة. نعرف عن بعض الدول المطبعة أنها طلبت أسلحة من أمريكا، رفض الكيان الصهيوني أن تصل هذه الأسلحة إلى هذه الدولة العربية المطبعة، وحتى كان بينهم صفقة بين دولة عربية والكيان الصهيوني طائرة من دون طيار، ولكن رفضوا تسليمهم، حتى يعني الكيان الصهيوني ينظر إلى هذه الدول العربية أنها غير مأمونة الجانب حتى وهم يطبعون معها. طبعا هذا الجانب الرسمي، الجانب الشعبي، الشعوب العربية والإسلامية بشكل عام هي واقفة بشكل أساسي إلى جانب الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى الأمني أو التضييقات الموجودة فيها عبر بعض الأنظمة الرسمية، إلا أن الشعوب العربية متحركة. نعم. ولا يزال، وأنا هنا ألفت النظر إلى بعض المسيرات التي ستحدث إن شاء الله في يوم الجمعة المقبل. سمعنا عن مسيرات في الأردن تواجه التطبيع والجسر الذي مد للكيان الصهيوني حسب رصد المنظمات أو مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، رصدت أن هناك جسرا عربيا يمر من خلال الأردن يدعم الكيان الصهيوني بالأغذية والخضروات والفواكه، في حين أنها مغلقة حقيقة على غزة. نتحدث اليوم مع التسهيلات دخل أقل من 40 شاحنة. 40 شاحنة كم تدخل؟ 700 شاحنة يوميا، نتحدث عن أقل، يعني رقم قليل، يعني لا يتجاوز 1 ولا 2% من الاحتياج الحقيقي، من الاحتياج في ظرف صعب. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ أنس أن ينضم معنا الأستاذ عمر أبو كريم العايدي الصحفي الفلسطيني، ولكن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير. أهلا بك لك ولضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ عمر. للتضامن صور عدة، ربما الإضراب أحد تلك، الإضراب عن الطعام هو أحد تلك الصور اليوم، وأنت مضرب عن الطعام أستاذ عمر، حدثنا كيف وصلت لاتخاذ هذا القرار وما الرسالة التي تريد إيصالها؟ يعني الكل يعلم ما يحدث في غزة، ونحن في قلب العاصمة الأوروبية بلجيكا، وفي قلب الاتحاد الأوروبي. نحن منذ فترة أكثر من 3 شهور ونحن نحاول بالتظاهر بالطريقة
الأوروبية لما يحدث في غزة من إبادة جماعية، من إبادة بحق الشجر والحجر والإنسان، من خرق لجميع قانون الإنسان الدولي، ولخرق القانون جنيفا، ولخرق القانون الإبادة التي معظم الدول الغربية ومنها بلجيكا موقعة على قانون الإبادة 149. ولكن يعني في وقت قصير نحن يعني نرى كل هذا الظلم على شعبنا الفلسطيني، فقررنا نطلق حملة عالمية، وكانت من ضمن أهدافنا هو إضراب المفتوح لعدة أشخاص، وإضراب بشكل نهاية الأسبوع للأشخاص الذين يعملون وللأجانب. يعني هي في إطار أنه الناس ترى وتعلم وتحس بما يحدث لأطفال غزة ونساء غزة من إبادة وتجويع، وهي المعنى الحقيقي للتجويع. يعني وهو الإضراب عن الطعام هي يعني من أحد الطرق التي تبعها الفلسطينيين في السجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي مثمرة بشكل قوي جدا، ولكن هي طبعا مؤلمة للشخص الذي يضرب عن الطعام. وكان إضرابنا عن الطعام هو بالوضع التقليدي بس وشرب الماء والملح. صراحة اليوم 39، يعني صراحة حتى يعني أنا عندي مشكلة بدأ من كم يوم، ويعني لطول مدة الإضراب. كم لك أستاذ عمر؟ اليوم 39، يعني كمان كم من سويعة، فسوف يكون يوم 40. نعم، يعني كيف التفاعل المحيط معك أستاذ عمر؟ وهل هناك من يضرب معك أم أنت لحالك؟ يعني في بلجيكا أنا أضرب لوحدي، وكان عبارة عن احتلال مبنى في الجامعة لتسليط الضوء أكثر على موضوع الإضراب عن الطعام. وفي نفس الوقت كان هي مجموعة أشخاص في ألمانيا وفي سويسرا وفي الدنمارك، وكانت مجموعة كبيرة في هولندا، والتقينا مع عدة أشخاص من بريطانيا، وكفي أو يوم كانت المحكمة الهاي الدولية. ولكن هي موضوع أكثر لجذب الانتباه للقضية الفلسطينية، وكان ويعني تم بحمد الله يعني استجابة كبيرة في الشارع البلجيكي، مع أنه يعني الحكومة البلجيكية تعطي مرونة في بعض الأوقات للقضية الفلسطينية، ولكن نحن نعتبرها هي مجرم وهي مشاركة في الإجرام، وهي من أعطت الضوء الأخضر لأكثر من 3 شهور للاحتلال الإسرائيلي بأن يمنع في القتل وسفك الدماء الأبرياء وقتل الحجر والشجر والإنسان. وكان من بلجيكا أكثر من مرة هو إرسال حملات وقوارب بالأسلحة، ومعظم الاتحاد الأوروبي طبعا، ولكن يوجد لديها بعض المواقف وتبدي مرورة في بلجيكا. المرونة هذه ليست بالشكل المطلوب وبالمستوى المطلوب. نعم. وأيضا يوجد انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي، ويوجد أفضلية لبعض الإنسان، وهم يدعون الحريات وحقوق الإنسان والتساوي، ونحن من هذا المبدأ والمنطلق نحاول أن نضغط على الحكومات الأوروبية والحكومة البلجيكية،
وكان بالأسبوع الماضي لنا لقاء مع وزير مع رئيس الوزراء البلجيكي، وهو من أتى إلى معبر رفح وشاهد كل ما شاهد، ولكن لم يحتمل أن ينتظر أو يجيب على أسئلتي خلال دقيقتين. وخلال خروجه قال لي إن مشكلتكم منذ 67 عاما، نعم ولكن لا نقدر أن نحل مشكلتكم، هي مشكلة كبيرة. عندما سألته لماذا أنتم أجبتم ولماذا أنتم قمتم بمساعدة المحاربين وتقديم المساعدات للدولة الأوكرانية وهي دولة ليست تحت احتلال، وقمتم يعني بالاتحاد الأوروبي كله وكل الدول الأوروبية بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في نعم الحرب، إذن ووضعتم يعني على الطرف الآخر كل المعايير وأوقفتم المساعدات والتجارة وكل شيء، وأنتم تفعلون العكس مع القضية الفلسطينية. صحيح نعم. إذا ابقى معنا أستاذ عمر، برأيك أستاذ أنس، يعني مثل هذه الأنواع من التضامن للأستاذ عمر تقريبا 39 يوم، هل يمكن أن يوصل رسالة للعالم؟ في البداية نتمنى السلامة والصحة للأستاذ عمر، إن شاء الله ربنا يكتب أجره ويعطيه الصحة، وإن شاء الله قريبا تنتهي الحرب على غزة ويعود تدريجيا إلى التوقف عن هذا الإضراب. حقيقة طبعا هو الإضراب أحد أشكال التضامن خصوصا في الدول الأوروبية، وأهم ما يجب أن يترافق معها هو الإعلام، يعني يجب أن يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير حتى يفضح الإعلام. ما أشار له الأستاذ عمر حقيقة أنه انحياز الواضح، يعني هذه دول أوروبية منحازة بشكل واضح، عندما يجيبه رئيس الوزراء البلجيكي هذه مشكلتكم مشكلة كبيرة لا نستطيع حلها، وفي الحقيقة فعلا أنتم تدعمون دولة مثل أوكرانيا وتشاركون في وضع العقوبات على روسيا وتخفون إلى جانب الكيان الصهيوني ولا تستطيعون مساعدة بلد تحت احتلال منذ أكثر من 70 عام، وتتذرعون بهذه الذريعة أن هذه مشكلتكم مشكلة كبيرة ولا نستطيع حلها. إذا لم تستطع أن تكون نصيرا للمظلوم فلا تقف مع الظالم ولا تنصره على الأقل. نحن نتمنى السلامة لجميع المضربين، وهي أحد الأشكال وهي أحد الطرق حقيقة التي يكفلها القانون وتسلط الضوء، لكن أعيد وأكرر وننصح الجميع أن يكون هناك، حتى لا يكون هذا مجرد تجويع ولا يكون من غير فائدة، أن يكون هناك تسليط ضوء كبير من الإعلام حتى يعني تكون هذه القضية ناجعة. هناك الأسرى الفلسطينيون يتبعون هذا الأسلوب بين الوقت والآخر، ودائما ما تجد أن الأسرى الفلسطينيين يحاولون أن يأخذوا الوقت المناسب، يعني في بعض الأحيان قاموا بالإضراب ولكن كان الوقت غير مناسب، الوقت الموضوع الدولي ولا يوجد اهتمام كافي، فكانوا يتوقفون عن يعلقون هذا الإضراب إلى حين يكون المجتمع الدولي أو الإعلام جاهز لمتابعة هذه الإضرابات أو هذا النوع من الإضرابات. نؤكد مرة أخرى أن نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى أن تكون هذه الجهود مجدية وناجعة. نعم. إذن بالعودة إليك أستاذ عمر، أستاذ عمر يعني برأيك هل تشعر بأن هذا النوع من التضامن يمكن أن يساعد ولو بالقليل لإيصال رسالتكم، أو يعني هناك رؤية أخرى تريد الوصول إليها أو تطمح للفت نظر العالم إليها؟ صحيح، وهو يعني بالأخص يعني في حملات كانت ناجحة جدا، من ضمنها حملة مجموعة من الفرنسيين أتوا مشيا على الأقدام من باريس إلى بروكسل أكثر من 18 يوم، وقدموا رسالة للاتحاد الأوروبي. فكان في حملات كثيرة وفي حملات متنوعة، ولكن نحن وضعنا أنفسنا
بتجويع أنفسنا للفت الانتباه إلى ما يحدث في غزة، وهي طبعا أخذت لافتة دولية. كان عندنا أكثر من مؤتمر داخل الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من النواب الأسبان ومجموعة من النواب الأوروبيين، وفي كل يوم يأتي مجموعة من الإعلام والإعلاميين، ونعمل مؤتمرات في كل 3 أيام في منطقة. ونحن في بلجيكا يعني في بروكسل بالتحديد من ضمن كل أوروبا، نحن يوجد لدينا مظاهرة يومية في وسط المدينة أمام محطة القطارات في بروكسل، وهي لفتة نوعية في أوروبا، أنه نحن منذ أكثر من 4 شهور ونحن كل يوم من 6 حتى 7 تشارك فيها جميع الجنسيات وجميع الاتحادات، وفي كل يوم نطلق حملة للأونروا، نطلق حملة للصحفيين، نطلق حملة مع المستشفيات، ويتم فيها الحديث عن غزة بشكل يومي، ما يحدث وكم العدد وبعض الأصوات وبعض القصف، لنشعر العالم ونشعر الناس المارة في أرجاء المنطقة، لأن منطقة السنترال هي يعني هي وسط المدينة وهي محطة قطارات كبيرة. فيوجد يعني وصلنا تقريبا 100,000 شخص في مدينة بروكسل للمظاهرة والمسير في أنحاء المدينة أكثر من مرة، وهو بالنسبة لعدد بلجيكا 10 مليون، وكان يعني من أكبر المسيرات اللي صارت في أوروبا في تاريخ القضية الفلسطينية في هذه الفترة. ولكن نحن نقول يعني بما يضمنه القانون الدولي وقانون الحريات وقانون حتى الحروب والإبادات، يجب على دول الغرب أن تحمي المستشفيات، الصحفيين، بيوت العبادة، المدارس، وحماية المدنيين ومنحهم المساعدات، وأن يكون المدنيين غطاء جوي وبري وإنساني مثل ما حدث في أوكرانيا. ولكن انحياز السافر الأوروبي والغربي إلى دولة الاحتلال، السكوت، مجرد السكوت طول هاي الفترة يعتبر هو إجرام ومشاركة في الإجرام. وبعض المجموعات الحقوقيين قدموا عريضة ضد بايدن، وسوف يعني يكون لها تأثير أقوى. وفي خلال أقل من أسبوع تغير الحديث في البيت الأبيض وعلى لسان الناطق، لأنه القضية الآن تقول بأن يعني في إجرام، والسكوت حتى المساعدة اللوجستية والعسكرية يعتبر بايدن وحكومته مجرمة ويجب أن يحاسبوا. فتغير الحديث في خلال أقل من أسبوع وهم على أبواب ومشارف الانتخابات المقبلة يعني. فتغير الحديث، أول ماذا كانوا يتحدثون عن إبادة غزة ودعم الاحتلال، والآن يتوجهون إلى وقف إطلاق النار وإلى تبادل الأسرى والصفقات، وبدأ في يعني في مسار آخر، لأنه الاحتلال وأمريكا هي الداعم الرئيسي إلى الاحتلال، وهي من أتت بالاحتلال من الأصل، هي من وضعت هذا المجرم و أعطته الضوء الأخضر وأعطته حتى المشاركة. بايدن في وقت سابق قال نحن من جمعنا 3 مليارات يورو سنويا إلى دولة الاحتلال، وهذا أعظم تسويق وأعظم تجارة نحن عملناها لنضع في الشرق الأوسط يد لنا. فالاحتلال دائما والغرب يدعمون كل من هو أبيض ويعتبروننا نحن الإرهابيين، حتى في داخل أوروبا نعتبر يعني الجاليات العربية ومن هم سود يعتبرون، أو يوجد مضايقات كثيرة جدا في كل الأماكن. ولكن نحن نحاول، ما يوجد لدينا مساحة أن
أن نحاول أن نوقف مثل هذه الأشياء، ولكن يعني في صعوبات كثيرة جدا وتحديات جدا كبيرة، ولكن منطلق القانون الذي هم يدرسونه حتى في الجامعات، يعني يوجد في الجامعات، نحن في صدد إطلاق حملة يوم 14/2 في جميع نعم. جامعات بلجيكا، سوف يكون تظاهرة كبيرة لوقف إمداد الاتحاد. توجد شركة اسمها ألبرت، وهم يمدوها بكل الأبحاث العسكرية والسياسية، وهذا في القانون، هم يدرسون القانون في القانون، هذا يعتبر إجرام، وهذه الدولة بما أنه محكمة الدولة محكمة بهاي يوجد لديها قانون وأصدرت قانون يجب أن يطبق، ولكن هم يحاولوا يقللون من أهمية محكمة لاهاي، وهي من أرجعت فلسطين إلى منطقة الصفر، وهم من أعطوا لفلسطين الآن أكثر أهمية دبلوماسية وقانونية. فنأمل أن تكون في الأيام القادمة وقف لإطلاق النار، لأنه بعد وقف إطلاق النار سوف يعني نرى أكثر من عمليات الأبحاث، والقوانين سوف تكون موجودة، وسوف يعلم العالم من هو الاحتلال وما هو المحتل وكم عمليات الإجرام التي حصلت في غزة، ولا يوجد عنها إعلام، يوجد مباني ويوجد ناس كثيرين موجودين في غزة لم يوصلوا إليهم بسبب المناطق أو بسبب الاحتلال يتمركز في مناطق داخل غزة. يعني ممكن الأستاذ عندكم يعني يكون أكثر، لأنه صراحة أنا ما عندي صوت كثير، لأنه صار لي 39 يوم نعم، كان الله في عونك أستاذ، في إضراب طويل. صحيح، الحمد لله، الله يكتب أجرك وكان الله في عونك. إذن أخيرا أستاذ أنس، هل هناك أي مبشرات بخصوص اتفاقات حماس التي نشرت بخصوص آلية وقف القتال والهدنة وإطلاق سراح الرهائن؟ حقيقة الورقة التي قدمت من أمريكا والكيان الصهيوني بوجود الوسطاء المصريين والقطريين وسميت الإطار، كانت حقيقة عامة ويلزمها الكثير من التفاصيل. ما نشر على أنه رد للمقاومة هو فيه تفاصيل، فيه التفاصيل وبعض الأمور المعنية في وقف إطلاق النار، وهناك المطلوب بشكل أساسي أسرى معينين بأسماء معينة وخروجهم بأوقات معينة، وقف إطلاق نار حقيقي في هذه الفترة، نقاش حقيقي وصادق دخول الـ يعني الدعم بشكل واضح بكميات واضحة، هذا ما تطلبه المقاومة بشكل واضح وصريح. وأعتقد أن الكيان الصهيوني الآن هو أيضا مأزوم، ولا يعني ما أشار له الأستاذ عمر ونتابعه جميعا، أن الإدارة الأمريكية أصبحت يعني على خلاف مع نتنياهو بشكل أساسي، و هناك المعارضة، يعني نقول الوضع في الكيان الصهيوني، هناك المعارضة لبيد وغيره، هم يسمعون كلام أمريكا بشكل كامل، يعني ما تريده أمريكا نريد أن نطبقه. بن غفير وهو الصهيوني المتطرف والموجود في حكومة نتنياهو يعتقد أن نتنياهو لا يسمع، يعني يسمع كثيرا لأمريكا، ونتنياهو يراوح ما بين مصلحته وبين إجرامه وما بين مصلحة أمريكا، هم مصلحتهم واحدة. لكن حقيقة المجتمع الدولي وأمريكا أصبحوا مأزومين، بدأوها هم يقولون أن نريد أن نقضي على حماس وعلى جميع المقاومة، أصبحوا يقولون نريد أن نقضي على مقدرات حماس، نريد أن تتراجع، وها هم اليوم ينتظرون رد حماس حتى تنتهي هذه المعركة. هذا لوحده هو دليل أن المقاومة لا زالت صامدة وثابتة، وأن الجميع ينتظر ردها، وإن شاء الله هو أن النصر صبر ساعة، وهي معركة عض أصابع، الذي يصبر أكثر، يعني ما حدث لن يحدث أكثر مما حدث في قطاع غزة. كل الشعب الفلسطيني كله أكثر من 2 مليون، 2,300,000 في غزة، الإحصائيات تقول أكثر من 2 مليون تم تهجيره ونزوحه، أكثر من 400,000
وحدة سكنية تم قصفها، أكثر من 100 مستشفى، أكثر من 200 مسجد، كل شيء تعرض إلى الإبادة. يعني تحدث عن أكثر من 400 عن أكثر من 4 مليار فقط يعني المباني التي استهدفت. لذلك الموضوع لن يحدث، يعني لن يحدث أكثر من مكان. لا زالت المقاومة الآن في مكانها صامدة ثابتة، وهي القوة الأساسية للمقاومة، ثباتها في المعركة وفي الميدان والأسرى الموجودين عندها. بإذن الله هناك مبشرات خير إن شاء الله ستكون قريبة بإذن الله لإيقاف هذه المعركة وانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني بأكمله. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أنس إبراهيم، مدير عام تنسيقية مقاومة الصهيونية التطبيع، كنت معنا هنا في الاستوديو. الشكر الجزيل لك أستاذ عمر أبو كريم العايدي الصحفي الفلسطيني، وندعو لك أن يكون الله في عونك وأن يحقق ما تصبو إليه. والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.